سيتلو علينا من سورة الروم من قوله تعالى: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، إلى قوله تعالى: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا صدق الله العظيم. ها أنتم ترون أننا أمام نفحات من المسك تنبعث من أفواه معطرة بطيب القرآن الكريم، وهذا يخبرنا به من أوتي جوامع الكلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: مثل القرآن كمثل جراب فيه مسك، إن ربطت فاه قد ربطت فاه، فإن فتحته فاح ريح المسك، وإلا فإنه يبقى حبيس ذلك الجراب. فكذلكم القرآن، إن تلوته وقرأته وإلا فهو في صدرك. فهنيئا لك بهذه القراءة المباركة.